أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أنه ترجمة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، تحرص الوزارة على تسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في مناطقهم، وأبرز هذه الخدمات معارض التوظيف. افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف العام الذي تنظمه الوزارة في الفترة ما بين 11 و 12 أكتوبر الجاري في صالة نادي بني جمرة الثقافي والرياضي. المعرض يضم أكثر من 1200 شاغر وظيفي للذكور والإناث من مختلف المؤهلات الدراسية بمشاركة 30 منشأة تعرض 800 شاغر، إضافة إلى 400 شاغر من بنك الشواغر بالوزارة. كما تعرض الوزارة فيه 460 برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين، بالإضافة إلى ما يتم عرضه من فرص التدريب المرتبطة بالتوظيف. أعتقد بأن كل مهتم ومتابع لأنشطة الوزارة يشاهد بأن المعارض، معارض التوظيف، أصبحت من أنجح الفعاليات التي تخدم القوى العاملة الوطنية وتساعد على إدماجها في سوق العمل. لدينا بمعدل معرض شامل كل شهر، وكل مرة نستهدف منطقة أو قرية أو مجموعة قرى معينة لنقيم فيها المعرض، وندعو جميع السكان وفي القرى المجاورة أيضا للاستفادة من الفرص العمل المتاحة. اليوم المعرض اللي احنا فيه في بني جمرة في أكثر من 1200 وظيفة وأكثر من 30 شركة تعرض شواغر منتقات وبرواتب وأجور جيدة. فأدعو جميع الباحثين عن عمل والباحثات عن عمل لعدم التردد في زيارة المعرض والاستفادة من المهن المعروضة. أهمية مثل هذه المبادرات تأتي في تقديم الخدمات الحكومية بمناطق سكن المواطنين، ما يدعوهم للاستفادة من فرص التوظيف والتدريب والتأهيل. واجد ممتاز المعرض، يعني لو كل دور سنة يفتحون المعرض إن كان في بني جمرة أو كان في الدراز، لأنه إيش؟ حتى الشباب شجعون يجون، مو بس يخلون في منطقة واحدة مثلا بني جمرة أو في البدية أو في المحل، يخلون في كل مناطق. ونتمنى من أخواننا وأخواتنا النظر إلى الشواغر الوظيفية على حسب التخصصات التي تتراوح بين 450 دينار إلى 1800 دينار من الحوافز المتوافرة في هذا المعرض الذي يستمر لمدة يومين متتاليين، يوم الأربعاء والخميس. ونقدم شكرنا أيضا لقيادتنا الرشيدة التي دائما عودتنا بالنظر لمتطلبات المواطنين والسعي إلى قضاء حوائجهم في شتى الطرق والنزول ميدانيا في كافة قرى ومدن البحرين. وزارة العمل من الوزارات المميزة اللي لها بصمة وحضور، مشاركاتها تشكر عليها في الفترات الأخيرة في كذا معرض صار عندنا بالدائرة. الشيء الجميل اللي يميز هذا المعرض هو اللقاء المباشر ما بين الباحثين عن العمل وما بين مدراء التوظيف في الشركات. خطوة ممتازة لاحتضان الشباب والشابات الباحثين عن العمل. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وجهت الدعوة للمواطنين الباحثين عن عمل لزيارة المعرض واستثمار فرص التوظيف المقدمة فيه ولقاء مسؤولي ومندوبي الشركات والمؤسسات المشاركة مباشرة خلال الفترة المحددة، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا.